وشهم ولا عامله حاجه، محاولينه يكشف بره ولا معانا مجبره، وبنقعد كل يوم في بيت شكل ولا ما عندنا سكن يا ريت. اتفق معايا بجوال يا ست، بس في فتحة رفض يجوزها، أنا كنت في الجوال، أنا جاي في المعاش. دي المطلوب؟ المطلوب تعمل مساعدة في الجوال. ده اللي اسمه ده اللي اسمه محمد حديثي، طلبت منها الجوال. يعني هي في في المراه في الوحده المحليه والثانيه دور الباب ان هي تسلم على وقدمت كذا طلب ومشاكل الوحده المحليه ما ردوش عليها. شنو القضيه اللي سمعتها الضعيف؟ ساعدني شويه مش بتشغل.